طيب إذا نتحدث أيضا عن مشاركاتك، هل شاركت بأي من المهرجانات العربية الدولية سواء يعني بالوطن العربي أو أبعد من ذلك؟ بحكم طبعا وجودي كان في دار الأوبرا، طبعا اشتركت كل سنة بتعمل مهرجان الموسيقى العربية. طبعا بيجي أصوات، كل الأصوات الحلوة من الوطن العربي بيشاركوا في المهرجان، ومهرجان كبير جدا ورائع. اشتركت طبعا في أكثر من مهرجان للموسيقى العربية، وكان لي حظ كمان أشترك بمهرجان الفجيرة للموسيقى العالمية. شاركت فيه وكان مشاركتي كتير جميلة، يعني لأن تعرفت بموسيقات مختلفة من الشعوب المختلفة، يعني وموسيقات مختلفة طبعا حلو.